سبريار. أهلا وسهلا بكم في سبريار. وزير السياحة يسلم عليكم يا جماعة. وزير السياحة يسلم عليكم سلام حارز. قالكم السياحة عام سناب حول الله في العلو الشهقين. طالعين رانا أنا طالعين تونس بفضل السياسة السياحية الجديدة ولات راه من وجهات السياحية الأولى في العالم. وبالأرقام يحكي صيدر مش العبرة أسيدي. قالكم السناء جاونا لتونس 500 مليون سائحي. والله 500 مليون هكا صرح الوزير وزير السياحة. قالكم السناء إلى حد آخر جويليا وصلنا سجلنا قدوم 500 مليون سائحي. وهذا الجويليا رواه مازال أوتا بابا شبيك. لا اسمع بحول الله المليار نسكروه جاري عام سنة رواه. اي غير شوية خدمة ما هي الخدمة الصحيحة أخوي. ها ظلي مرة هذه حتى من زحل جاونا السياح 500 قالك مستنسينا احنا قبل مستنسينا على زوز ملاين سائح يذلون عليهم زوز ملاين. ونجاح الموسم السياسي يا سياح يقول لك تونس قبلت الغرب والمخزون من العملة الصعبة طلع وعرس يحلهون على زوز ملاين سائح. ها وتو أخويا سيد الوزير قد 500 مليون سائح ويقول لك ويحكي هكا راه بكل تواضع راه وحاشم هكا الراجل وهو جاب 500 مليون سائح. ريت ما كيفاش العمل في صمت. اما هاو خويا هاو 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 فيها سلبيات راه الحكايه زاد راه توا بان بالكشف خويا المواد المدعمه في ضايعه خويا. طلعوا عايشين معنا 500 مليون سائح ولا في بالناش خويا وياكلوا معنا خويا في المواد المدعمه وبعد يقول لك فرينا وسميدوي. حتى جاوا قالوا له سيد الوزير اخي السيد الوزير اخي منين جبت هذه 500 مليون سائح؟ ارقام رسميه قلم. السيد الوزير بالك تقصد الدوفيز انت دخلونا 500 مليون. قالوا راه ما تجيش راه 500 مليون سائح في 163 الف كيلومتر مربع. انت تونس ترخ تجي في بوركينا فاسو. انت السائح كي تحسبه في المطار وهو داخل وتزيد تحسبه وهو خارج وتزيد تحسبه معاه كل واحد سلم عليه في المطار وما يوصلوش 500 مليون. السعوديه بالحج والعمره وكذا ولا لا عملتهم السيد الوزير في 10 سنين. ابون قالهم حتى كي نحسبوا السياح وفاليجاتهم معاهم والله قالوا له كي نحسبوا السياح وعائلاتهم وكلابهم ومعيزهم وفاليجاتهم والله نجيهم. تي قلم اخي كاش بكم كبشتوا قلم تي 500 مليون مش معناتها 500 مليون هيك شي في الراي على شنو هي معناتها 100 200 500 10000 2000 هكاك قلم حسب التقريبي 400 مليون بخي. لا يا جماعه اسمع بيناتنا أمورنا تعبة في الأرقام. أمور أرقام رانا داخلين في سيدي خلوضي بصراحة. تونس يلزمها كونتابلي باهي يا جماعة في أقرب وقت زاد رانا الأمر مستعجلي قبل حتى ما رئيس حكومة راه يلزمنا وحي دكي قاري باك مات يعاوننا على حكاية الأرقام هذه. لا يلزمنا شكون يتلها لنا بالأحاد والعشرات برجولي النوامر بابا قاعدة فالتة ويظل لي باش نوليو نومرو باهي تنومرو علينا القاسي والدنيا. تصور انت وزير جاي يحكيو معاه قال لهم جبنا 500 مليون سائح. يا ودي هذا رقم حتى الواحد باش يقولوا لسانه يدعثري 500 مليون اللي هي تونس من حنا بال قال لك التو يظهر لي ما جاوهاش 500 مليون سائح. يا ودي البلاد ما ترفعناش 500 مليون يهديك رب. الساسي رخ 500 مليون هذوما كي يعطسوا منهم 200 مليون فرد وقت يقوم تسونامي في سيدي علي المكي. كي نحنا 12 مليون وحاملين بعضنا بالسيف. يا ودنا الغادي وما تلصقنيش وسمحني راسك خنفرج وبربي خنعمل غلطه شبيك تطلع عليا وزماره. التوانسه قال لك هاربه من تونس في الفلايك ويقول لك 500 مليون واحد جاي لتونس. تو حتى بالمخ هكا بالمخ كان جاونا 500 مليون سائح التوانسه الكل راهي ورقتي الجيل القادم الكل يجي عيني ازرق. تونس بسكانها بمواطنينها بالخارج بالاجصيين بالعائدين من بؤر التوتر بالجزيريه بالكارتيلات بالمحتكرين ما جاوش 500 مليون. هي المسافة جيت نحسب مسافة بين الأرض والقمر 400 ألف كيلومتر يعني كي تحط 250 مليون بشر برك أنت فوق بعضهم هكاك يوصل لآخرين القمر. يعني 500 مليون سائح هذوما كي تحطهم فوق بعضهم سائح فوق سائح ينشروا لك العولة في القمر ويرجعوا. أو خاي 500 مليون شنو حكيت حكيت الأرقام هذه اللي ماشية على داخلة في حيط أخي حكومة كاملة ما عندهمش كالكولاتريس. أما زالت لسان لا زالت لسان الرقم الصحيح هو 5 ملايين راهو يصير على الوزير في بقعة 5 ملايين قال 500 مليون زالت لسان سبحان الله خلاص زوز اصفار زايدين ولا قداش بشنو حلو ماهيش زاد ياك الخمسه صحيحه في بلاصتها الخلطه جات في الاصفار من تيلي غاديك اخويا وصفر لا يزيد لا ينقص شنو المشكل ليه اسمع والاغرب بيناتنا انه راه التصريح هذا مش تعدى في صفحه نتاع فيسبوك هكا ولا ما ولا نتاع انستالينغ ولا اسمه التصريح تعدى في النشر الرئيسي للاخبار. عداه في اخبار ثمانيه كاك بحشيش وبريش وهو الرئيس نهارين التالي يوصي في الرامة عام تاع التلفزه على نشره الاخبار وقال له الترتيب مش عاجبني يا اخي قدت له الترتيب وعدت له
تصريحة بتاع 500 مليون لا مونتاج ولا سيدي ذكر لا والوزير يحكي على 500 مليون وتقول شي واحد من اللي بحذاه هكا ولا من الحاضرين ولا الصحفيين تقول شي واحد بهت ولا همزه ولا قالوا سيد الوزير راك غلط الكل عادي حمادي تفرج غاديك ايه بالصحفيه بالمرافق بمدير النشره بما لم تعيش حلفه على الويت حتى نعرف انا واحد من جماعه المساري يحلف قال لي كلام سيد الوزير صحيح يعني قلت له نصيحه بتاعك معقول 500 مليون سائح قال لي ورحمة بابا في الكوكو بيتش وحدها قال لي ممكن فيها فوق ال 120 مليون سائح يا انت قلت له مصر كلها فيها 100 مليون نسمه تقول لي انت 120 مليون في الكوكو بيتش ورحمة بابا قال لي تونس هذه فيها خير وبركه واش بيك قال لي اسمع نمشي للكوشه نلقاها بالصف نمشي للعطار بالصف نمشي للخضار بالصف نمشي للبوسطه بالصف يا ودي قال لي تونس سكانها واحد ما قالش من مليار لا هذا قلت هذا صفره مش من السياح قال لي مشكون قلت له من اللي يعوموا في الشياح وانا هاني صابر وبره